ليس سهلا أن تخبر صبيا لم يتجاوز 12 من عمره بأنه مصاب بمرض السرطان. كان الوضع صعبا على حسين وهو يواجه مرضا لا يعرف عنه الكثير. ما يزال صغيرا على تحمل حقن الأبر والعلاج الذي استمر معه أكثر من 3 سنوات. حدثني بلغة بريئة إنه يطلب من الحكومة أن توفر له العلاج لمواجهة هذا المرض، فهو واحد من مئات المصابين والمنسيين بمرض السرطان الذين يقطعون رحلة طويلة من العلاج خارج المحافظة. صار 3 سنوات أعالج بالبصرة، إحنا نريد الدولة توفر لنا علاج وتوفر لنا مستشفى هنا بالسماوي، ليش نروح مثل للبصرة؟ وأبوي ما خلى شيء ما باعه، يعني كلين باعه، والتحليل الحفر 500,000 والأبرة الظهر 250,000، يعني ما خلينا شيء ما بعناه، فإحنا نريد الدولة توفر لنا علاج. نسيان هذه الشريحة من قبل الحكومة دفع مجموعة من الشباب تحت عنوان فريق المحاربين قادة الحياة لتنظيم مهرجان يكون ريعه خاصا لدعم مرضى السرطان. المهرجان تضمن فعاليات متعددة من بينها رسم لوحة فنية للمغنية الفرنسية الراحلة إيديث بياف التي كانت هي الأخرى ضحية لمرض السرطان. الكرنفال هو خيري لدعم مرضى السرطان، وجميع الإيرادات الواردة من خلال الكرنفال من تذاكر، من مبالغ السحبة، رسم على الوجه، جميع ما موجود داخل الكرنفال ترسل إيراداته إلى مرضى السرطان من خلال المستشفيات ومن خلال التعاون معهم ومن خلال تكريمهم. وعلى الرغم من اختلاف الأديان والطوائف إلا إن الكل يجتمع هنا تحت راية الإنسانية من أجل مرضى السرطان وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم. حسين احنا فخورين بك، فخورين انه انت مستمر، فخورين انه انت مبتسم. مطالب الجميع هنا هي ان تتم رعاية هذه الشريحة والاهتمام بها وتوفير العلاج الخاص لهم وبناء المستشفيات. انا ابني مصاب بمرض السرطان، صار 3 سنوات جاي عالج بالبصرة، ف ما جاي يشوف دعم من الحكومة ولا جاي يشوف دعم من أي جهة مسؤولة، ونطالب من البرلمان يعني مساعدة ذوي أصحاب المرض السرطانية. قلة العلاج وارتفاع كلفته في المستشفيات دفع هؤلاء الشباب لتنظيم هذا المهرجان السنوي في محاولة منهم لدعم هذه الشريحة المنسية. من مدينة السماوة، خليل بركات، قناة الفلوجة.